الحروف الصغيرة في القرآن الكريم. أولا، يعرف الطالب أن هذه الحروف الصغيرة تنوب عن الحروف المحذوفة. ثانيا، يعرف الطالب على مد الصلة في هاء الضمير الغائب المضموم أو المكسور ما قبلها. ذا الألف فتحة ذا، همزة ألف فتحة آ، همزة يا كسر إي، ها واو ضمه، ها يا كسر هي، واو واو ضمه، واو فتحة و، كاف فتح ك، وك، ذا الألف فتح ذا، وكذا، لام كسر لي، وكذلي، كاف فتح ك، وكذلك، ذا الألف فتح دا، واو واو ضمه، داو، ذا الفتح دا، داود، يا حا ضم مسكون يح، يا كسر ي يحيي، يا فتح ي يحيي، ها لام فتح سكون هل، همزة فتح أ هل أ، تاء ألف فتح تاء هل أتى، كاف فتح ك هل أتاك، لام كسر لي، همزة يا كسر إي لإي، لام ألف فتح لا لإي لا، فا كسر في لإي لا في، همزة يا كسر إي، لام ألف فتح لا إي لا، فا كسر في إي لا في، ها ميم كسر سكون هم إي لا فيهم، واو لام فتح سكون وال، عين ألف فتح عا والعا، دال كسر دي والعادي، يا ألف فتح يا والعاديا، تا كسرة والعاديات، واو فتح و، را كسر ري وري، سين ألف فتح سا ورسا، لام ألف فتح لا ورسالا، تا كسرة ورسالات، ها يا كسره ورسالاته، فاسين فتح سكون فس، سين ألف فتح سا فسا، لا كسر ب فسا ب، قاف ألف فتح قا فالسابقا، تا كسرة فالسابقات، ميم فتح ما، واو ألف فتح وا موا، زيا كسر زي موازي، نون ضم نو موازين، ها واو ضمه موازينه، ذا الألف فتح ذا، لام كسر لي ذالي، كاف لام فتح سكون كل ذلك ال، كاف كسر كي ذلك الكي، ثاء ألف فتح تاء ذلك الكتاء، باء ضم بو ذلك الكتاب، نون همزة ضم سكون نؤ، تاء كسرة نؤتي، ها يا كسرة هي نؤته، ميم نون كسر سكون من نؤته من، ها ألف فتحها نؤته منها.